السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا دائما من مطبخ إكرام العالمي. وصفتنا لليوم عبارة على طرطة رائعة كما قصكم في العنوان، بدون بيض، بدون دقيق، بدون فرن، بدون جيلاتين، بدون ولا شيء. طرطة رائعة جدا، اقتصادية وسهلة وبسيطة وكتوجدنا بسرعة. كنتمنى إن شاء الله الفيديو اليوم ينال إعجابكم، وما تنساوش تبارطاجيوها مع الأحباب والأصدقاء والضغط على الزر الأحمر باش كيوصلكم دائما الجديد. نبدأ على بركة الله في المقادير. كما كتلاحظوا هنايا، عندي هنايا 500 ملي من الناطة أو الكريمة الخفق السائلة، عندي 160 ملي من عصير الحامض يعني كاس عنب عامر، عصير الليمون، علبة حليب نسلي المحلى من فئة 395 غرام أو 97 يعني تقريبا 400 غرام من الحليب محلى نسلي، شويه ديال الحليب، وعندي جوج الباكيات كيكس ماريا كما كتلاحظوا، جوج ديال العلب والحليب تقريبا احتاج واحد الكاس. وعندي هنا قالب اللي بغيتو تعملوها يعني 20 سنتيمتر او 24 سنتيمتر، فانا عملت هذا ب 20 او 18 سنتيمتر. فصافي هادو هما المكونات: كريمه الخفق، الحليب نسلي المحلى، عصير الليمون، وكيكس ماريا. خمسه د الحاجات، اربعه د الحاجات اساسيين اللي كنحتاجو، والخامس هو الحليب اللي غنفزقو فيه كيكس. اول حاجه كما كتلاحظوا ما غنحتاجو لا تطريب ولا خلاط كهربائي ولا والو، غنعملو هنايا ديك الكريمه الخفق السائله، غنزيد عليها الحليب المحلى. كما قلتكم طرطه والله صدقوني كتجي رائعه جدا، كنتمنى حتى نتوما تعجبكم وتجربوها. يعني جاتني بسيطة وسهلة، ما نستعملوا فيها لا فران ولا جيلاتين ولا دقيق ولا بيض ولا زبدة. عملت هنايا كريمة الخفق، كنضيف ديك الحليب النسلي المحلى وعمق نحرك مزيان حتى كيندمجوا لي العناصر مع بعضيتهم بهذا الشكل هذا. فدائما كنقول لكم مرحبا بكم في قناه ديالي مطبخ اكرام العالمي، كنتمنى لكم ان شاء الله تكون عندكم فرجه ممتعه ملي كتشاهدوا الفيديوهات ديالي وكتطبقوا الوصفات. شكرا لكم، وكنرحب بالاخوان والاخوات الجدد اللي التحقوا بالقناه ديالي، مرحبا بكم، وكنتمنى لكم دائما نكون عند حسن ظن للجميع. صافي كنحرك مزيان ديك كريمه الخفق السائله والحليب نسلي، وكنبقى نضيف العصير الحامض اولا الليمون دفعه مورا دفعه، يعني شويه بشويه، ما كنعملوهاش دفعه واحده، شيئا فشيئا. وانا كنطرب والكريمه سبحان الله كتعقد بوحديتها، ما كنحتاج لا شي مره شي جيلاتين ولا شي حاجه. انتما كتشوفوا فلو كانت سائله، وملي كنزيدوا لها الليمون بحال اللي كتثقل شويه. فهذا هو القوام اللي حصلت عليها، انتما كتلاحظوا هذا هو الكريمه بدون سكر لان الحليب نسلي كيكون محلى. صافي هانتوما لاحظتوا ما داتش معايا حتى جوج دقائق وجات الكريمه ديالي. دابا غنعمل هنايا هذا المول هذا والحليب، وغنفتح معكم هاد كيكس هذا. بامكانكم اللي ما عندوش كيكس ماريا اولا بسكوت الشاي هذا، يعني اي بسكوت شاي عادي. دابا كنبقى نفزقو وكنبقى نرصو في الصينيه اللي غنعمل فيها الطرطه ديالي. كنقوم بتبليل البسكوت بالحليب، كنرصو في القالب بهذه الطريقه هذه. اللي مثلا كيعجبو داك الطوكي اولا داك القرمشه في وسط الطرطه، ان كانوا ما حتىش يفزق يعني يفزق البسكوت يخليها هيداك، واللي كيعجبو الطرطه رطبه كنصحكم تفزقوها بحال اللي عملت انا. صافي عملت الطبقه الاولى ديال البسكوت، ودابا غنعمل الطبقه الثانيه ديال الكريمه، وغنحاول نوزعها مزيان على داك الكيكس بهذا الشكل هذا. فانا خففت شويه الفيديو باش ما يجيكمش طويل وتعياو كتتفرجوا باش ما يطلع لكم شي الدم. خليكم تفرجوا بشويه عليكم باش تشوفوا الطريقه. وزدت هنايا الطبقه الثانيه ديال البسكوت اولا كيكس، يعني دائما كنقوم بالتبليل ديالو اولا كنفزقو في الحليب، الحليب عادي يعني بارد اولا بدرجه حراره الغرفه. وغنعمل طبقه اخرى ديال البسكوت بهذه الطريقه هذه. كنحاول نملا ديك الفراغات بهذا الشكل هذا، غير ديك الفراغات اللي كيبان لكم. واللي مثلا ما كيعجبوش الكيكس بزاف ما يعملش بحال، يعني يغطي ديك الفراغات يخلي غير ديك الطبقه العاديه. دابا غنعمل مره ثانيه الكريمه، وغنستمر بهذه العمليه حتى كنكمل الكريمه كامله اللي عندي وكنكمل البسكوت كامل. يعني تقدر دي معاكم خمسة طبقات البسكوت كيكس وخمسة طبقات من الكريمة، يعني الطريقة جد سهلة وواضحة.
غنكمل معكم الى الاخر. فانا كما قلت لكم عملت هنا 6 طبقات ديال الكريمه و 6 طبقات ديال البسكوت. واخر حاجه انتم كتلاحظوا غنعمل الكريمه، خليت تقريبا واحد المعلقه كباري من الكريمه اللي غنضيف عليها شويه ديال الملون الغذائي ونعملو من فوق باش كيعطينا هذاك اللون ديال الليمون او ديال الحامض، باش تبان بان الطرطه فيها الليمون. واللي ما بغاش ما يعملوش، يعني ملون غذائي ماشي اصطناعي او لا شي حاجه، بامكانكم تناولوه غير شويه يعني تقريبا. ها انتم تلاحظوا غير باش كيعطيني داك اللون اصفر غامق، لان الكريمه بيضاء والحليب نسلي محلى اللون ديالو ابيض، فما عطاناش داك اللون الاصفر ديال الليمون. صافي بهذا الشكل هذا، فهاد اللون هذا اللي بغيت نحصل عليه، فغنضيفو هنايا بهذه الطريقه هذه. في الاول حاولت نعمل ديك الخطوط باش كتجي يعني مزخرفه فحال شكل ميلفي، ولكن الكريمه كانت سائله. ومن بعد عملت وجه كامل عادي، وبقات لي هنايا كريمه بيضاء والفوقانيه صفراء بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم اسرع طرطه على وجه الكره الارضيه كتوجدنا بسرعه. اذا كانوا عندكم غير ديك 4 المكونات في البيت فصافي، يعني الحليب نسلي محلى والكريمه الخفق السائله بسكوت ماريا والليمون او عصير الحامض وصافي. صافي دابا كما كتلاحظوا غنرجع نعملها للثلاجه تقريبا واحد 6 ساعات او من احسن ليله كامله. غنغطيها بواحد البابي الفيلم باش ما كتشبرناش ديك الرائحه ديال النبيره ولا الثلاجه. ومن بعد ما جازت لي انا تقريبا 6 ساعات فصافي غنزولها. كنحاول بواحد الموس نزول ديك الحواف ديالها باش كنفتح الصينيه بهذه الطريقه هذه. ها انتم كتلاحظوا وغنزولها بسهوله من الصينيه وديك الورق الزبده لان كانت متماسكه جدا. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، فانا غنزينها هنا حسب الرغبه واللي عندكم موجود في الدار. هنا عملت شويه ديال البسكوت ماريا يعني كسرته بايدي، وهنا عملت ميني اوريو بامكانكم تعملوا ميني كيكس ماريا بسكوت ماريا. عملت هنايا الفواكه الحمراء، اذا عندكم كريم شونتي تقدروا تعملوا لوريدات كريم شونتي عاد عملوا فوق منهم داك اوريو، كيبقى الاختيار ليكم. فهذا هو الشكل النهائي للطرطه ديالنا، طرطه ديال الليمون رائعه جدا. هانتوما عاد تشوفوا القوام معايا، غنقطع لكم واحد الطريف صغيوار تشوفوها من داخل كيف كتجي. الصراحه متماسكه كما قلت لكم بدون جيلاتين ولا زبده ولا دقيق ولا بيض. دكيك سبحان الله كيتشرب الكريمه وكتجي فيها النكهه ديال الحامض وديك الحليب نسلي المحلى ولا اروع. كنتمنى ان شاء الله تجربوا حتى نتوما تردوا عليا الخبر لضيوف الغفله. واذا كانت عندكم شي مناسبه او لا شي عراطه ولا شي عشيه كتجي غزاله تقدموها بالصحه والراحه. وانا غنقطع معكم بواحد ملعقه وغتشوفوها حتى كيف ملي كتقطع كيف كتجي. كيعجبني دائما نوضح لكم القوام ونشرح من قلبي باش كتنجح معكم الوصفه خصوصا للمبتدئات. ها انتما كتشوفوا كتبان طبقات هنا ديال البسكوت وديك الكريمه الفوقيه. والتزيين كما قلت لكم كيبقى اختيار اللي عندكم في الدار، واجد زينوا بها بكريم شونتي باي حاجه بغيتوا تعملوا. وهذا هو الشكل ديال النهائي. دائما كنتمنى لكم فرجة ممتعة من مطبخ إكرام العالمي. إلى اللقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم أوفياء دائما إلى القناة، وما تنسوش كما كنقولكم تبارطاجيو القناة ديالي مع الأحباب ومع الأصدقاء باش كتعم الفائدة. والبنات اللي كيقولوا لي ما كيتوصلوش بالشعارات ديالي أو لا بالأي فيديو عملت جديد ما كيوصل لهم شي، كنقول لكم ما عليكم غير تفعلوا الجرس، ديك الجرس حميمر ضغطوا عليه جوج المرات وغتفعلوه، وغيبقى دائما في من طلع شي فيديو جديد كيوصلكم يعني في التليفونات ديالكم وغتفرجوا الفيديو اللي كنزل. كما كنقول لكم الى اللقاء، ما كنسخاش بكم وحبكم في الله. مع السلامه، خليكم مع الفيديو ومع القوام ديال الطرطه. الى اللقاء.